السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيحول الصور لابد بسيط للألوان. في مواقع كتيرة بتقولنا بتعمل كده لكن بأداء سيء، لكن الموقع ده جربته وعمل صور كويسة. طيب خلينا نجرب الصورة ديت. دي عبارة عن صورة سفينة، فهو بيدي صورة أصلية وبعد كده هيبدأ إن هو يتعامل معاها لحد ما يبدأ يشوف إيه الألوان المناسبة ليها. ودي الصورة اللي طلعت لنا، صراحة أفضل موقع جربته بيحول الأبيض والأسود للألوان.